ايه الماركر، وعلى الرغم من انه المرأة المصرية لها حتى تصويت منذ سنة 56، وزي ما اشارت مدام نصر انه ده كان قبل دولة زي سويسرا ب 15 سنة، لكن الملحوظ طبعا انه نسب النواب في البرلمان الذي يتم انتخابهم بالتصويت قليل جدا. و يعني شكرا للجوده لان هي اللي سمحت بوجود نسبه عاليه من النساء، بحيث ان مجلس النواب الحالي فيه 15% او 14.9% من النواب من النساء، ولكن ده بفضل الجوده، لكن الانتخاب لم يعني لم ياتي بالكثير. خلاص احنا قلنا عليها انه هناك يعني المشاركه الرئيسيه بتكون في الناس اللي ينتموا لمنتصف العمر، يعني اللي ما بين 30 و 50 مشاركة أعلى من الأقل من 30 ومن الأعلى من 50. فإذا نتكلم على انخفاض في الفترة الأولى العمر اللي هي أقل من 30، ثم ارتفاع أكثر في الأعمار الوسطى، ثم انخفاض مرة أخرى الأعمار الأكبر. كل الانتخابات تم توثيق بياناتها بشكل تفصيلي جدا على موقع أي حد يقدر يدخل ويطلع على هذه البيانات. وانا كاحصائي مجلس المقيمين طبعا اشغل بتوفر هذه البيانات واستفدت بها كثيرا في بعض الدراسات اللي قمت بها. هذه قاعده البيانات المتراكمه تعطي تقديرات جيده، تقديرات موثوق فيها فيما يتعلق بظاهره المشاركه في الانتخابات.